السلام عليكم. دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة الأحد الرئيس عبدالربو منصور هادي والمتمردين ممثلين في المخلوع صالح وميليشيا الحوثي إلى إعلان وقف لإطلاق النار خلال أيام. جاء ذلك في ختام اجتماع رباعي عقد اليوم في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صرح عقب الاجتماع بالقول: الآن هو وقت تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار غير مشروط، وبعد ذلك يتم الانتقال نحو طاولة التفاوض، موضحا أن ولد الشيخ أحمد ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعيا إلى أن ينفذ وقف إطلاق النار في أسرع وقت، أي الاثنين أو الثلاثاء. هذا التصريح الذي يفترض أنه يعبر عن تداول بين وزراء الرباعية لا يعلم ما إذا كان ينهي تحركا لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، أم أنه يمهد الطريق لإصدار هذا القرار. الوقف الفوري لإطلاق النار بنظر المراقبين يمثل دعوة في صحراء ملتهبة بجحيم الحرب، وفي حال طبقها التحالف يتساءلون: هل يلتفت إليها الانقلابيون؟ والسؤال هنا: هل دعوة كهذه يمكن أن تسرع من التوصل إلى حلول حقيقية للمشكلة اليمنية المعقدة، أم أنها تدفع بأطراف الأزمة إلى مرحلة لا متناهية من الصراع؟ عن نتائج اجتماع الرباعية والتحركات نحو استصدار قرار لوقف إطلاق النار، وفي محاولة للإجابة على الأسئلة السابقة، سوف نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. دعوة أمريكية بريطانية لوقف فوري للحرب في اليمن، دعوة تمهد لتمرير قرار مرتقب لوقف إطلاق النار كانت قد اقترحته بريطانيا قبل يومين، وبدا كما لو كان استجابة غير مباشرة للمطالب التي سوق لها الانقلابيون وحلفاؤهم منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن قبل أكثر من عام ونصف. قصف التحالف لصالة العزاء بصنعاء في الثامن من الشهر الجاري شكل أحد المبررات القوية لهذا التحرك البريطاني، لكن السبب القوي الآخر يتعلق برغبة المجتمع الدولي في كسر الجمود الحاد في مساعي الحل السلمي في مقابل تنامي وتيرة المواجهات العسكرية التي بدأت في تضييق الخناق على الانقلابيين. بعض المراقبين يرون أن التحرك البريطاني هو نتاج رغبة من دول التحالف العربي نفسها لوضع نهاية للحرب، لكن تقديرا كهذا يتنافى مع كل الاعتبارات الاستراتيجية التي حكمت تدخل التحالف منذ البداية والتي لا يمكن أن تسمح بنهاية سيئة كهذه للحرب. لا يبدو أن التحالف قد فقد غطاءه الدولي إلى حد يسمح بتمرير قرار يهدف في ظاهره إلى وقف الحرب ويطوي نية لرفع الغطاء عن شرعية تدخل التحالف العربي إذا لم يتضمن آليات واضحة لإنهاء مظاهر الانقلاب وإحلال سلام حقيقي في البلاد. وقعت الأمم المتحدة في حالة إسهال فيما يخص القرارات الصادرة عنها بشأن اليمن، لكن دون ما جدية في اختبار هذه القرارات على الأرض، أمر يدفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن مصير القرار المرتقب لوقف إطلاق النار ربما يكون مشابها لمصير الهدن الخمس الفاشلة التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، غير أن مخاطر أي جمود في الحرب أو المساعي السلمية بسبب قرار كهذا من شأنه أن يبقي معادلة الصراع الميدانية محكومة بتربص الفرقاء وبوضع الأصبع على الزناد وعلى نحو يؤسس نسخة يمنية بائسة من الهدنة الكورية في منطقة هشة وبالغة الحساسية للأمنين الإقليمي والدولي. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بالناشط السياسي معنا عبر السكايب الأستاذ محمد عثمان المليكي من الدوحة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أسعد الله مساكم. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إذا ما بدأنا بالحديث عن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعلان، وكذلك بريطانيا إلى إعلان وقف لإطلاق النار خلال أيام، كيف تقرأ هذه التحركات الدولية؟ حقيقة أخي العزيز، في البداية قبل أن أتحدث عن هذا الموضوع أود أن أوجه تحية للشعب اليمني العظيم وتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر. فنحن الآن لازلنا نعيش مراحل الثورة، ولكن بطريقة أخرى للتخلص من الكهنوت والظلم والاستبداد الداخلي. فنحن نواجه الآن احتلال كهنوتي داخلي تقوده جماعة الحوثي ضد اليمنيين، دمرت وخربت. هذا أولا. بالنسبة للتحركات الدولية، حقيقة الحالة اليمنية تزداد تعقيدا، وأنا بتصوري أن تحرك الأطراف الدولية
تأتي في لحظات يشد الخناق فيها على جماعة الحوثي وتوشك على الانهيار وتستنزف، فتأتي هذه الأطراف الدولية لتفعل أشياء معينة تحاول إنقاذ جماعة الحوثي وتتركها تستعيد أنفاسها وترتب أوراقها. حقيقة القوى العظمى يؤسفني أنها لم تتحرك لتنفيذ القرار 22/16 الذي واضح وضوح الشمس وصدر تحت البند السابق. ماذا يعني أن يبحثوا الآن عن موضوع إيقاف إطلاق النار وإيقاف الاشتباكات والحرب؟ هذه أشياء تفاصيل جانبية، هناك مرجعيات وهناك قرارات صدرت تحت البند السابق، قرارات مجلس الأمن رمت بها جماعة عرض الحائط. إذا كان المجتمع الدولي وإذا كانت أمريكا وبريطانيا وغيرها يهمهم من اليمن وحياة اليمنيين ودماء اليمنيين، كانوا سيضغطون في باتجاه تنفيذ هذا القرار والضغط على جماعة الحوثي لتنفيذ القرار 22/16. الآن انتقلت جماعة الحوثي من التمرد الداخلي والعبث والاستهتار إلى افتعالها على المياه الدولية والمياه الإقليمية وتهدد الملاحة الدولية. هذه رسالة للعالم وللقوى العظمى تدرك مدى عادية واستهتار هذه الجماعة. فالتحركات الدولية بنظري لن تأتي بشيء، لأن هناك قرارات أقوى. ماذا ننتظر من مجلس الأمن أن يصدر بعد 22/16 الذي صدر ولم يرد منه شيء، ولم رغم أنه في دباجته وفي بنوده فأنه كان ملزما للجماعة وكان سيتخذ خطوات إذا رفضت أحد الأطراف التنفيذ. نعم. فماذا يعني أنهم لم يتخذوا أي تجاه جماعة الحوثي؟ حقيقة أنا لست متفائل بهذه الاجتماعات ولن تأتي بشيء. الحالة اليمنية تزداد تعقيدا، وما أخشاه هو انزلاق الحالة اليمنية إلى ما يشبه الحالة السورية. حقيقة جماعة الحوثي الآن تدعي قوى أجنبية وقوى خارجية للتدخل بشكل مباشر بعد وصل الأمريكان لمواقع رادار يمنية. حقيقة الحالة تزداد تعقيدا بنظري. طيب أستاذ محمد، معني الكثير ممن يوافقك وجهة النظر هذه بضرورة أساسا تنفيذ القرار 2216 قبل الخروج بقرار آخر، لكن في ذات الوقت هناك من يقول أن هناك ضغوط جديدة تمارس على التحالف الآن، خاصة بعد عمليات القصف الجوي، وكذلك هي أيضا أساسا ضغوط تأتي من قبل، ونحن نعرف أن الجهود البريطانية كانت تريد إصدار قرار بعمل هدنة من فترة سابقة. هذا الأمر إذا ما أتينا إلى وجهة نظر الدولة مثل أمريكا وكذلك بريطانيا، باعتقادك هل ستكون هناك هدنة فعلية على الأرض في حال ما ضغطوا بهذا السبيل؟ أخي العزيز، بكل صراحة وبكل وضوح، الهدنة ليست حل. يا أخي، أتى توقيت هذا الاجتماع والضغط نحو هدنة في الوقت الذي تحركت فيه المقاومة الشعبية باتجاه البقعة وباتجاه صعدة. أنت تتابع الأخبار وتعرف أن المقاومة ورجال الجيش الوطني على تخوم صعدة وفي أراضي صعدة، دخلوا هناك بقيادة العميد هاشم السيد وغيره من القيادة. المقاومة في تقدم، فهم يبحثون عن هدنة لجماعة الحوثي لتستعيد أنفاسها. ماذا تعني هدنة 72 ساعة أو حتى أسبوع؟ نحن نريد حل جذري. هل هناك نية لدى السؤال الأهم، هل هناك نية لدى جماعة الحوثي، لدى هذه الجماعة الإنقلابية، هل لديهم نية للعودة لطاولة حوار جدية؟ هل لديهم نية وجدية وإبداء حسن نية لإطلاق سراح المعتقلين من السياسيين والصحفيين الذين اعتقلوا من منازلهم؟ هل هناك حسن نية للاتجاه لطاولة حوار حقيقية والمشاركة السياسية والتحول لحزب سياسي أو ما شبه ذلك؟ هذه جماعة يا أخي العزيز حولت لنا ذكرى عاشوراء، حولت صنعاء إلى ما يشبه كربلاء 2. يعني هذه الجماعة تحاول إحداث تغيير نوعي داخل الكيان اليمني، أحدثت شرخ مجتمعي، وللأسف القوى العظمى تساعدها على ذلك. وحين يشد الخناق على هذه الجماعة تأتي أمريكا وبريطانيا لعقد اجتماع والدعوة لهدنة. الحكومة والرئيس هادي والشرعية مدوا يدهم للسلام منذ اللحظات الأولى وهم في موقف القوة. يا أخي، قبل عام ونصف أين كنا ونحن الآن؟ وأين نحن الآن؟ كان الحوثي مسيطر على معظم المدن اليمنية، الآن لم يتبقى لديهم سوى العاصمة صنعاء وما جاورها من مناطق، الجنوب بكل محافظاته تحت سيطرة. طيب كاملة. الآن هم في إحدى مديريات صعدة،
أستاذ محمد، الآن هذا الاجتماع كان يعني هذا الحديث كان بعد اجتماع لجنة رباعية، ونحن نعلم أن اللجنة الرباعية كانت يعني بوزير الخارجية الأمريكي وكذلك وزير الخارجية البريطاني وكذلك وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الأمر ألا يشير إلى أن هناك نوع من الضغط حتى من داخل التحالف العربي على الحكومة الشرعية للقبول بهدنة أو لفرض واقع جديد على الأمر السياسي أو الشأن السياسي اليمني؟ نعم أخي، التحالف ذاته والمملكة العربية السعودية تتعرض لضغوطات كبيرة، لكن المعركة هذه مصيرية، يجب أن لا يرضخوا بها. الآن اختلطت الأوراق وبدأ الأوراق بدأت تتغير، يعني وصلت لدرجة أنه نسمع أن القوات المصرية تهرب أو تزود الحوثيين بزوارق حربية، يعني بدأ الموضوع يخرج عن السيطرة. يعني الآن أنا كما أسلفت قلت لك نخاف أن ننزلق إلى ما يشبه الوضع السوري ونصبح ساحة لتصفية حسابات. لذلك الشرعية والرئيس هادي والمملكة العربية السعودية يجب أن يكون هناك خطوط حمراء يجب عدم السماح بتخطيها أو عدم تدويل الورقة اليمنية بشكل يخرج اليمني عن طاولة. يعني أنا حتى الوزراء عندما يجتمعون والحكومة اليمنية والشرعية خارج هذه الاجتماعات، يعني وكأنها ميليشيات تقاتل ميليشيات الحوثي والمجتمع الدولي يجتمع للحل بين هذه الفئتين. نحن نتحدث عن حكومة شرعية وعن رئيس منتخب شرعي يلتف حوله شريحة كبيرة غالبية من أبناء الشعب اليمني ويستبعد عن هذه الحوارات وعن هذه اللقاءات. لماذا وزراء الخارجية لم يكن وزراء اليمني؟ إن الشأن يمني أصلا، يعني نحن ما نخشاه هو تدويل ورقة اليمن واستخدامها لتصفية حسابات بين قوى عظمى، يعني تدخل روسيا بالخط على إيران على أمريكا على بريطانيا، الموضوع سيخرج عن السيطرة. نحن نراهن حاليا تقدم المقاومة الشريفة. صدقني يا أخي أن هناك رجال الآن على تخوم صعدة ليس لديهم خيار سوى النصر أو النصر، لا يمكن. طيب الآن هناك نوع من يعني كان الحديث عن وجود إجماع دولي بشأن أو بداخل مجلس الأمن حول اليمن. هذا الإجماع الدولي يتحدث به رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغري، يتحدث به وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، يتحدث به كثيرون أن هناك أن الملف اليمني وفق إجماع. هذا الأمر كيف انعكس أو كيف أثر في عدم تطبيق في نهاية المطاف القرار 2216 على الرغم من هذا الإجماع الدولي؟ حقيقة الموقف الدولي تراخى في بداية عاصفة الحزم وفي بداية الحرب، كان الموقف أكثر جدية من الآن بعد صدور القرار وغيره، لكن الآن أنا أرى أنه الموضوع بدأ ينفلت والأوراق بدأت تخلط، يعني الوضع ليس كما قبله، والانتظار وانتظار الحتم واتخاذ القرارات الصحيحة من اتجاه الشرعيه والرئيس هادي والمملكه العربيه السعوديه على وجه التحديد، لان هذه المعركه تهمهم وهذه القضيه لا يمكن التنازل فيها. على الجانب الاخر كما اسلفت انه جماعه الحوثي وصالح في تعصب، يعني الجابول هو كبيره بين الطرفين، فحتى الرغبه الدوليه للحسم والرغبه الدوليه لايجاد حل سياسي كيف ستطبق؟ من سيضغط على الحوثي وصالح اذا كان كلما انزنقوا وكلما ضيق عليهم الخناق طالبوا لهم بهدنه؟ طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ محمد. ينضم الينا الان دكتور عيدروس نصر النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والاعلام، معنا عبر الهاتف من شيفيلد. مساء الخير دكتور. مساء النور، يا مرحبا. دكتور، إذا ما تحدثنا معك حول أبعاد التحركات الدولية التي تجري الآن وتناقش بخصوص اليمن، حدثنا عن نظرتك السياسية وكذلك البعد العسكري إلى حد ما من هذه التحركات. شكرا جزيلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا وضيوفك الكرام. الحقيقة يعني يبدو لي أن المجتمع الدولي أو بالأصح يعني مراكز القرار الدولي وبالذات الدول الغربية، بريطانيا، الولايات المتحدة، حتى فرنسا هي داخلة في الموضوع وبشكل ربما متميز أكثر من أنا، بدأت تستشعر خطر استمرار هذه الأزمة. الأزمة اليمنية اليوم طحنت كل الشعب اليمني، يعني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون
وفي المناطق التي المسمى محررة. الشعب اليمني مطحون، الأخبار تتضاعف، الفقر يزداد، المجاعة تزداد، البطالة تزداد، الجريمة تنتشر، المخاطر الدولية اليوم مخاطر تدويل القضية باتت على الأبواب. أعتقد أن الأطراف الدولية تريد أن تقول شيئا، لكن يبدو لي، وهذه هذا رأيي منذ بداية الأزمة، أن الولايات المتحدة الأمريكية شبكة القضية اليمنية بقضايا دولية أكثر اتساعا، وبالذات بالملف النووي الإيراني، فأي مقايضات مع إيران تتم على حساب اليمن أو العكس، وكذلك حتى في سوريا. موقف الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمى موقف متخاذل، موقف يبحث عن صفقات يعني جانبية على حساب هذه القضايا الملتهبة، على حساب آلام البشر. الدعوة التي استمعت إليها اليوم على لسان الثلاثي، وزير الخارجية البريطاني، وزير الخارجية الأمريكي، والمبعوث الأممي، تقول ما تم قوله منذ عشرات الأشهر، منذ ما قبل سنتين، يجب الجلوس على طاولة المباحثات ويجب إنهاء الحرب. لكن لو أراد هؤلاء أن ينهوا الحرب، عندهم سلاح جاهز لإنهاء الحرب، لم يعد يحتاج إلى مجهود ولا إلى معاناة ولا إلى تعب وتبادل وفود. القرار الدولي 2216 جاهز للتنفيذ. طيب ما الذي تقصده دكتور؟ ما الذي تقصده؟ نعم. هل تقصد تدخل عسكري أكبر أم يعني وجود عسكري فعلي أكبر لأمريكا وبريطانيا وبقية الدول المعنية بشكل أكبر، أم دفعها إلى نحو حل وتسوية سياسية؟ يجب التضييق على الإنقلابيين. اليوم لم يعود الإنقلابيين، القضية لم تعد مشكلة ثنائية انقلاب وشرعية، اليوم ثنائية مجرمين وقانون دولي. هؤلاء مجرمين، إذا لم يتم القبض على عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح وتقديمهم للعدالة الدولية وإنهاء يعني وإبعادهم من الحياة السياسية، وطبعا إجراء العقوبات اللازمة عليهم، لن تحل القضية. علي عبد الله صالح يصعد عمدا، ضرب البوايرج الأمريكية في باب المندب ليست لعبة، ليست صدفة، هي عبارة عن ابتزاز للمجتمع الدولي. أنت تعلم أن هذه البوارج التي ضربت لم تصب أذى ولن تصاب، لأنهم فقط هو نوع من الابتزاز للمجتمع الدولي. علي عبد الله صالح يريد أن يقول للعالم كله بما في ذلك إيران حتى، أنه نفذوا شروطي وأنا سأقبل بإنهاء الحرب، وإلا فإن الحرب ستتحول إلى نزاع دولي. يعني تدويل القضية بعدما كانت القضية إقليمية إيران والمحيط العربي، اليوم صار ستتحول إلى نزاع دولي. الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بحذر، تضرب رادار، تضرب، ولكنها لم تقتنع بعد بأن الحوثيين حركة إرهابية وأن علي عبد الله صالح متمرد انقلابي يجب أن يذهب إلى القضاء الدولي وينال جزاؤه. طيب دكتور، وفقا لحديثك أو النقاط الثلاثة التي ذكرت بحديثك، الأولى الحديث عن المعاناة الإنسانية الموجودة بداخل اليمن لطول فترة يعني تداعيات هذا الانقلاب، وكذلك النقطة الأخرى بوجود مصالح للدول الكبرى، والنقطة الثالثة برغبة المخلوع بتدويل هذا الصراع ومن ورائه الانقلابيين. وفقا لهذه النظرات الثلاثة، ما الذي تعتقد أنه سيجري في المستقبل القريب، وما مدى يعني حضور الملف اليمني كملف يعني مصلحة، أو للدول الكبرى هناك مصلحة في الملف اليمني في هذا الوقت؟ الحقيقة أنه يعني القضية تزداد تعقيد. الآن موقف التحالف العربي يعني التحالف العربي هو في وضع هو مش ليش أقول في وضع صعب، لكن الحقيقة بعد حادثة صالة العزاء يعني الضغط الدولي سيزداد على التحالف العربي. ولذلك أنا أرى أولا أن الخطوة الأولى على الأخوان في المملكة السعودية ودول التحالف بشكل عام أن ينهوا ملف صالة العزاء، وأن يتخذوا الإجراءات الكفيلة بالتعويضات للناس، ويحاسبوا المتسبب الذي أعطاهم الإحداثيات الغلط أو المعلومات المزورة أو الذي ارتكب الخطأ، لأن هذه جريمة وأنا كتبت عنها منذ أول يوم، أنه
عندما يكون في الحرب ضحايا مدنيين فإن حتى لو كان المستهدف مجرم فإن القضية هي جريمة لا يجب أن يفلت صاحبها من العقاب. فعلى الأقل إغلاق هذا الملف وإنهاءه وإعطاء الناس تعويضاتهم، لسنا بحاجة إلى لوكربي جديدة ومحاكمة وقضايا دولية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب استمرار التحالف العربي وعدم خضوعه للابتزاز. الحوثيون يتاجرون بكل شيء بما في ذلك قتلاهم، ويتاجرون بادعاء مظلوميتهم وهم الظالمون. ولذلك اعتقد انه الحوثيون الان عندما يشتد عليهم الخناق بعد التحولات اللي حصلت في صعدة منطقة كتاف والبقع، الان سيطالبون بالهدنة وسيقبلون بالهدنة، لكن الهدنة سيستخدموها لإعادة التموضع وإعادة إعداد أنفسهم لمعركة قادمة. ولذلك أنا في رأيي ورأيي المبكر جدا أنه أي ضغط على الإنقلابيين في صنعاء يجب أن يبدأ بالضغط على إيران وعلى الأطراف الدولية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية الداخلة في موضوع الملف النووي مع إيران وصفقات مختلفة مع إيران والمجتمع الغربي. عليهم أن يضغطوا على إيران. لن يتوقف الإنقلابيون عن تماديهم ما لم يتلقوا التعليمات من طهران. لن يكفوا عن أذاهم للناس ما لم يلاقوا ضغط من طهران. هذا تقريبا هذه هي المعادلة. أشكرك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من شيفيلد. ونعود إلى الأستاذ محمد المليك الناشط السياسي عبر سكايب من الدوحة. الأستاذ محمد، إذا ما جئنا لمحاولة فهم كيفية تحرك أمريكا وبريطانيا وكذلك وجهة نظرهم حول الملف اليمني، برأيك ما هي المبررات التي يمكن فهمها في سياق أن بريطانيا تريد إصدار قرار جديد من مجلس الأمن لوقف العمليات في اليمن، في غضون أن هناك قرار بالفعل، قرار 2216 الموجود والذي يقضي بإنهاء هذا الانقلاب وشروع في استكمال مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية؟ نعم أخي، هناك فعلا زي ما قلت أنه في قرار جاهز للتطبيق، إذا كان عندهم رغبة في الضغط على جماعة الحوثي لتطبيق هذا القرار كان يمكن ذلك. لكن الموضوع انه الان المنطقه مفتعله في مناطق كثيره في سوريا وفي ليبيا وفي غيرها من الاماكن، فكل طرف من الاطراف الدوليه ان يضع له بصمه وان يدخل بالموضوع. للاسف انه القضيه اليمنية بدا يجري تدويلها، كما قلنا كانت القضيه محصوره اقليميا، المملكه العربيه السعوديه والتحالف العربي لدعم شرعيه اليمن ضد جماعه متمرده داخليه، لكن الان دخلت بالخط روسيا على امريكا وبريطانيا وغيرها للابتزاز. حتى الذي حدث في صاله العزاء في صنعاء ستحاول اطراف التحالف العربي بهذه النقطه ليكسبوا نقطه اخرى في سوريا، وهكذا الان للاسف يتم الموازنه والضغط للحصول على مصالح تخص الدول العظمى الداخلة في الموضوع. لكن دماء اليمنيين ودماء العرب والمسلمين عموما لا تهم هذه القوى أساسا، وإلا كان هناك كما أسلفنا قرار 22/16 ومن أهم بنودي وسحب الميليشيات وإيقاف أي إطلاق نار وأي، كل هذا كان القرار كاملا مكمل وجاهز للانتقال لطاولة حوار سلمية. فلا أدري ما الجديد الذي سيأتي به القرار، إلا إذا كان الغرض منه إصدار قرار يميع القرار السابق ويكون لصالح جماعة الحوثي. هذا اللي أتوقعه، أنه ممكن يصدر قرار يكون لصالح جماعة الحوثي والجماعة الإنقلابية عموما. طيب أستاذ محمد، الآن ولد الشيخ ظهر في المقاطع التي وصلت لي تصريحات جونسون وكذلك كيري، أن كان ولد الشيخ متواجد في هذه أثناء إعطاء هذه التصريحات. هل هذا إسناد أو هل رسالة إسناد من قبل الأطراف الإقليمية والدولية كذلك لمهمة ولد الشيخ وكذلك للخطوات أو الخطة التي قدمها؟ هو ولد الشيخ تقدم سابقا بأكثر من خطة ولم تطبق ولم تقبلها جماعة الحوثي، كانت تبدو في البداية تقبل وبعدها ترفض وهكذا. لا ننسى أيضا أن ولد الشيخ هو موظف لدى الأمم المتحدة مثله مثل جمال بن عمر الذي كان يمارس حوارا تحت قبة موفنبيك، بينما جماعة الحوثي وميليشيات
الحوثي تحتل صنعاء وتحاصر الرئيس وتحاصر الحكومة. يعني بالأخير نحن ندعو المجتمع الدولي إلى الالتفات لليمن. اليمن الآن تدمر، الدم اليمني أصبح رخيصا، الأمن يعني اليمن ستصبح يعني سياسة غاب، يعني الجماعات الإرهابية ستنتشر. نعم. الأمن الملاحي وأمن والتجارة الملاحية على أهم مضيق اللي هو مضيق باب المندب، يعني الأمور ستخرج عن السيطرة إذا لم يتخذ المجتمع الدولي ضغوطات، إذا لم يضغطوا على إيران، لأنه بالأخير جماعة الحوثي أصلا لا تتخذ أي قرار إلا بالرجوع لإيران. حتى أثناء الحوارات كان إذا أرادوا أن يوافقوا على نقطة أو يناقشوها يأخذون مهلة للاتصال بطهران وغيرها. فالحقيقة أنه أصبح للأسف الحوثيون والجماعة الانقلابية القرار ليس بيدهم، فالضغط يتم على إيران لترغم يدها في اليمن اللي هو جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح على الانصياع لطاولة حوار حقيقية. وهذا لن يأتي إلا بوقفة جدية من أمريكا ومن المجتمع الدولي عموما، الضغط على هذه الجماعة حقيقة، لأنه اليمن وصلنا إلى وضع يعني لا يطاق، يعني كما أسلفت طيب سنتحدث الإنسانية أصبحت نعم سنتحدث عن الموقف الأمريكي وكذلك البريطاني. نعم، لكن قبل ذلك أرجو منك البقاء معنا. سنذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نستكمل الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى الأستاذ محمد عثمان الناشط السياسي معنا عبر سكايب من الدوحة. أستاذ محمد، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صرح بالقول، واقتبس هنا من نصي أو من حديثه، الآن هو وقت تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار غير مشروط، وبعد ذلك يتم الانتقال نحو طاولة التفاوض. هذا التصريح ما الذي يحمله من إشارات؟ حقيقة أنا أقرأ الموضوع أنه الموضوع في ابتزاز للتحالف وللمملكة العربية السعودية، ومن تحت الطاولة هم يضغطون على الأحداث التي حدثت مؤخرا في صنعاء في صالة العزاء وغيرها، أن هناك انتهاكات بحق الأبرياء وهناك أخطاء ويجب التوقف فورا. والهدف من وراء ذلك هو تقدم المقاومة الشعبية باتجاه صعدة، يعني المقاومة الشعبية على أبواب صعدة، على أبواب المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي. فهناك ضغط، هناك مصالح إيران مع أمريكا من تحت الطاولة، الموضوع يدار بطريقة ابتزاز وطريقة أوراق وتصفية حسابات. لذلك ماذا يعني أن يقول كيري حان الوقت أو الآن هو الوقت المناسب؟ يعني سابقا كان طوال السنة والنصف الماضية الوقت لم يكن مناسب، لم يكن الوقت مناسب عندما كان يقصف أطفال تعز، عندما حدثت مجازر في بير باشا وفي باب الكبير وفي التحرير وغيرها من مناطق تعز، كان يقتل عشرات المدنيين من الأطفال والنساء. لماذا لم يصرح كيري أو غيره الآن حان الوقت؟ وفي هذه اللحظات عندما يا أخي لو تتابع أمس وقبل أمس اليومين الماضيين غنموا غنائم كبيرة في منفذ البقع وعلى أبواب صعدة، حتى أنهم كانوا يصرحون قيادة المقاومة أن الحوثيين يفرون، هناك رجال على الأرض نحن نراهن عليهم. حقيقة المجتمع الدولي لن يصنع شيء سوى الابتزاز واللعب بالأوراق والمقايضة لمصالحه الشخصية واللعب بالأوراق في المنطقة. يعني هنا نضغط قليلا في سوريا، نشد قليلا في اليمن، أصبحت أوراق دولية يتلاعبون بدمائنا للأسف. ولذلك الحل لن يأتي، أنا في معظم مقابلاتي أنا أراهن على ما يصنعه المقاوم وما يصنعه الجيش الوطني على الأرض، وهناك المجتمع الدولي وأمريكا ستصمت على الأقل حينها. لذلك المملكة العربية السعودية والتحالف يجب أن لا يخضع، يحرف المعركة عن مسارها الطبيعي، وأن لا يرضخوا. قد يصدر أخي العزيز، قد يصدر قرار من مجلس الأمن يكون لصالح الحوثيين في المرحلة القادمة. الأوراق الآن بدأت تتغير. طيب أستاذ محمد، يعني الآن في هذه الأوقات، أو إذا ما تطرقنا لتوقيت هذه التصريحات، صحيح أنها جاءت بعد حادثة الصالة الكبرى، لكن أيضا هي جاءت بعد الكثير من اللغط والأحداث في المياه الإقليمية اليمنية. هناك ضرب لسفينة إماراتية، هناك ضرب أيضا لمدمرات أمريكية. هذا الأمر كيف أثر في أو كيف أسهم وكيف
أدير بشكل أو بآخر من قبل أمريكا وكذلك من قبل الحوثيين، وكيف أسهم في الخروج بهذه النتائج لاجتماع اللجنة الرباعية؟ اولا اخي العزيز، لو قرانا الواقع والاحداث الاخيره التي حدثت في المياه الاقليميه او المياه الدوليه والممرات المائيه على السواحل اليمنية، الحقيقه اذا كان حدث هجوم حقيقي من جماعه الحوثي او من جماعه صالح على السفن الامريكيه، المفترض ان يتم اتخاذ موقف مضاد لجماعه الحوثي ويتم الضغط باتجاه تطبيق القرارات الدوليه السابقه لإرغام هذه الجهات للاستجابة والعودة لطاولة الحوار وترك السلاح وترك المدن، هذا إذا كان حدث حقيقة، ولكن لم تصب السفن الأمريكية بأذى، هو مجرد صاروخ أطلق وسقط في الماء. قد يكون الموضوع من وراءه هو جلب الأيادي الدولية هذه للتدخل وتدويل القضية حقيقة، وإلا إذا كان حقيقة الحوثيون هم من وهم يا أخي بادرت قيادات الحوثي بالتهافت والسباق على نفي القضية، مع أن شعارهم يدعو بالموت لأمريكا حقيقة. إذا كان هم حقيقة هجموا هذه السفن، فالمفترض أن يدرك المجتمع الدولي أن هذه الجماعة ميليشياوية، جماعة تخريبية مستهترة تستهتر بكل القوانين الدولية، ليس فقط دماء اليمنيين ومدن اليمنيين التي دمرتها، بل ايضا تعبث بالممرات الدوليه والملاحيه طيب انطلاقا امن التجاره الدوليه. طيب استاذ محمد، انطلاقا من هذه النقطه انطلاقا من هذه النقطه ولنعرف وجهه نظر مهمه وهي وجهه نظر الشرعيه، ينضم الينا الان من الهاتف او من الرياض عبر الهاتف الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الاعلام. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الانوار اخي الكريم، أهلا بك. دكتور فيصل، كيف ينظر الجانب الرسمي اليمني للتحركات الدورية التي يعني شهدتها اجتماعات لجنة الرباعية لكن غاب عنها الجانب الرسمي اليمني؟ أولا طبعا بالنسبة للموقف الرسمي، الأخ الرئيس أكد مرارا وتكرارا عبر خطاباته سواء في الأمم المتحدة أو بمناسبة أعياد ثورة سبتمبر وأكتوبر على أن خيار الحكومة وخيار الشرعية هو السلام، السلام لكل اليمنيين، وأن الحكومة مسؤولية أخلاقية عن كل اليمنيين. طبعا بالنسبة للجهود الدولية، نحن نثمن ونبارك ونرحب بكل جهد يدعو للسلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخلية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمة القرار 2216، وهو ما أكدته وباركته الحكومة، وحتى في ختام تفاهمات الكويت كان هذا هو الموقف الواضح، لكن تنصل منه الانقلابيون. طيب هذا التوصل للانقلابيين ألم يأخذ يعني ألم يؤخذ بالحسبان من قبل اللجنة الرباعية وكذلك المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ للضغط على الانقلابيين لإحراز زحزحة فعلية في مسار العمل السياسي بداخل اليمن؟ نحن نقول إنه الجانب الشرعي طالما هو خيار السلام بالنسبة له خيار أساسي واستراتيجي، فالضغوط يجب أن تنصب على الحوثيين، ولا نريد أن يكون قرار مجلس الأمن 2216 هو قرار براءة ذمة، لأن القرار اتخذ تحت الفصل السابع، ولا بد من أن تمارس ضغوط حقيقية. والحكومة بالمقابل طالما أعلنت موقفها الرسمي أنها مع السلام، فهي ألقت الكرة في ملعب القوى الدولية، عليكم أن تمارسوا الضغط على الطرف الآخر الذي استفاد يعني من الهدنات السابقة في إعادة تمركزه وتموضعه وإعادة تسليح نفسه. يعني شاهدنا بعد الهدنة السابقة، إحدى الهدنات أسلحة من صناعة 2015، ليست من الأسلحة القديمة التي في حوزتهم من مخازن الجيش أو من ما كان مخزون لديهم. طيب دكتور فيصل، لطالما كان حديث الشرعية على أن هناك توافق دولي بخصوص اليمن خصوصا في مجلس الأمن، الآن هناك ربما نوع من التغيرات في المواقف، وهناك محاولات بريطانية تحديدا لاستصدار قرار جديد بخصوص اليمن،
هل ترى لا زالت ترى الشرعية أن المواقف الدولية لا تزال ثابتة ومؤيدة وداعمة لها، أم أن هناك قراءة لتغير قادم في مسار هذه القرارات أو هذا الدعم؟ نحن لا يزال الكل، وحتى اليوم اجتماع الرباعية أكد على المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها القرار 22/16، لأنه لا يوجد ما يبرر تغيير المواقف الدولية. لا زال العالم يؤكد على أن هؤلاء انقلابيون ويصفهم بصفاتهم، وأي دعوة يعني حتى للمساواة بين يعني أنه طرفين، تسمية طرفي الصراع في اليمن أو شيء من هذا القبيل، هي تمارس على استحياء. لكن ما نسمعه في المواقف الرسمية سواء عبر السفراء الدول 18 أو عبر مبعوثين دوليين أعلى من السفراء، كله يؤكد على التمسك بالشرعية ودعمها، والتمسك أيضا بالخيارات المعترف بها وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 22/16. فقط هناك يعني أحيانا طرح يعني لنوع من الحلحلة في الآليات فقط وليس في جوهر المواقف. طيب دكتور، اليوم شاهدنا إسماعيل ولد الشيخ بجانب جون كيري وكذلك جونسون وزير الخارجية البريطاني، وكان الاجتماع بمعية وزراء الخارجية لكل من الإمارات وكذلك المملكة السعودية أو السعودية. هل هذا الأمر يعطي نوعا من الشعور للحكومة الشرعية أنها باتت نوعا ما وحيدة في مواجهة الانقلابيين ولا تحظى بذلك الدعم السياسي الكبير؟ بالعكس، كان أولا نحن لحتى الآن الحكومة الشرعية لم تحاط أو لم يبلغها يصلها أي موقف رسمي للاجتماع الرباعي، سواء قبل الاجتماع يعني أنه سيكون هناك اجتماع وسيناقش فيه الشأن اليمني، وأيضا نتائج الاجتماع لم تبلغ رسميا. هذه مشاورات بين دول، كون اليمن يقع في موقع استراتيجي حساس ومهم للعالم، وكما كانت مخرجات أيضا الاجتماع اللجنة الرباعية في جدة يعني عبارة عن خط يعني بعض الآراء، لم تكن هناك يعني حتى الإعلام عندما سمى خطة كيري نفسه يقول أنا لم أطرح خطة عمل، لأن الخطة متكاملة، يعني هو طرح بعض الأفكار زي ما قلت لك في إطار الثوابت المجمع عليها، وهي القرار الدولي، قرارة مجلس الأمن وفي مقدمة القرار 22/16 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. لم يتم تجاوز هذه الثوابت، حتى الموقف الروسي داعم ومؤيد وملتزم بتصويته على القرار في مجلس الأمن، القرار 22/16. طيب الآن يعني خصوصا في مظل التحركات أو الضغوط الدولية، إذا ما تحدثنا خاصة تحركاتها خلال اليومين القادمين وكذلك الحديث على دعم كبير لما يقدمه ولد الشيخ، برأيك إذا ما أيضا وضعنا في الحسبان عرقلة الانقلابيين للكثير من الهدن والاتفاقات السياسية، ما الذي ستفضي إليه الأيام المقبلة؟ طبعا ولد الشيخ الآن سيقوم حركات مكوكية وسيأتي ليطرح على الشرعية خارطة الطريق اللي كان أو يعني الرؤية اللي كان قد أعدها، وهو طرحها اليوم للتشاور في الاجتماع الرباعي، ويعني العالم أو الدول سواء الدول الاجتماع الرباعي أو دول مجلس الأمن أو الدول 18 الراعية للشأن اليمني، كلها تدعم تحرك الدولي كما قلت لك في إطار المرجعيات والثوابت، والحكومة الشرعية ملتزمة يعني بالسلام وفقا لهذه الخيارات، لأنه البديل إذا تجاوزنا عن هذه الثوابت فليس هناك سلام. نحن نؤسس لأزمات جديدة وحروب جديدة قادمة في اليمن، وهذا ليس موقف يعني مسؤول تتحمله قيادة شرعية، يعني تتحمل مسؤولية الأخلاقية تجاه الأجيال سواء حاضرا أو مستقبلا. مستشار وزير الإعلام دكتور فيصل العواضي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الناشط السياسي أستاذ محمد المليكي. أستاذ محمد، برأيك هناك من يطرح أن أطراف الدولية
تتعامل مع الملف اليمني بشكل إدارة نزاع ولا تريد إنتاج حل في نهاية المطاف؟ بداية، هل تتفق مع هذا الطرح؟ نعم أخي، القوة الدولية الفاعلة لا يهمها استمرار المعركة، بالعكس هناك قوات تستفيد، يعني هم في الأخير قاعدين يبيعوا سلاح، فلا يهمهم الحسم أو إنهاء الصراع أو إيجاد حل جذري للمشكلة. يعني هناك توجهات دولية لدعم الأقليات ودعم الحوثي وجماعته، هم أقلية ويريدون السيطرة على اليمن، هناك مصالح تدار في المنطقة، ولا يهم القوى الدولية كأمريكا وروسيا إنهاء الصراع بقدر ما يهمهم توازن المصالح فيما بينهم. فنحن، أنا أؤكد لك أنه لن نصل لحل ولن نصل لسلام إلا إذا تم من القوى الدولية على إيران لإجبار عبد الملك الحوثي وجماعته للقرارات الدولية والعودة لطاولة حوار حقيقية وجادة. ما لم، فسنظل بصراع مستمر وستزداد المأساة والمعاناة ستستمر ولن نصل لحل. هناك تعبئة بشكل، يعني إذا تابعنا الخطاب الحوثي ووسائل إعلامهم الآن وصلوا لمرحلة أنهم يحشدون حتى النساء، جندوها، يتهمون كل من يقف ضدهم ويعارضهم بالمنافقين والزنادقة والكلام هذا. يعني الوضع في تأزم، هم يمشون بخطوات منفردة، راحوا لتشكيل المجلس السياسي، الآن يعلنون أنهم سيشكلون ما يسمى بحكومة. الوضع يزداد تعقيدا، طيب، وفقا لذلك أستاذ محمد، ما الذي، ما هو المتوفر أمام الحكومة الشرعية، يعني بوجود كل هذه الضغوطات وكذلك تعنتات الإنقلابيين المستمرة، ما المتوفر أمام الحكومة الشرعية لعمله لحسم الأمر والتخفيف قدر الإمكان من معاناة المدنيين في كافة ربوع اليمن؟ الحل والمتوفر أمامنا هو أحد الخيارين، وإما الاستمرار وتيرة المقاومة وزحف الجيش الوطني والدعم اللامحدود وعدم الرضوخ التحالف والمملكة العربية السعودية لأي ابتزاز خارجي حتى ننهي معركتنا، فلنصوم أذاننا ونتجه لإنهاء المعركة والحسم. والحوثيون في الأخير هم أقلية أرغموا وأرهبوا في معظم المحافظات، فلا يمكن أن الشعب اليمني كله لجماعة وأن يرضخ لها. فهذا الخيار الأول وهو المرجح الذي بعده ستحل المشكلة، يعني لن تكون هناك حروب مؤجلة. الحل الآخر أن القوى الدولية تضغط على إيران أن جماعة تابعة لها في اليمن، جماعة الملك الحوثي، تدخل والعودة الشرعية وليشاركونا في السلطة وفي كذا، ولكن بطرق سياسية وطرق ديمقراطية وطرق محترمة وغير مسلح جانبا. فهذه الحل الأول هو المرجح حاليا، اللي هو الحسم العسكري. إذا أشكرك أستاذ محمد عثمان المليكي الناشط السياسي، كنت معنا عبر السكايب من الدوحة، كما هو الشكر موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.